السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا ممكن أدخل المعلومات الخاصة بالملف دوت، أدوس هنا وأختار أنا عايز الخصائص البروبرتيز أهي، هاجي هنا أكتب له رقم اللوحة مثلا 313، اسم اللوحة أو ليكن مثلا بايب، الدرونج أريا، الأوسر، الديسكريبشنز وهكذا. تمام، لو جيت بقى من هوم وقلت له داتا مانجر، او من هنا دوست رايت كليك وقلت له انا عايز الداتا مانجر، يفتح لي الشاشة بالشكل دوت. دي فيها كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها، فيها معلومات عن الكرنت اللوحة اللي انت فاتحها دلوقتي، فيها معلومات مثلا عن البي اند اي بي بروجكت داتا، في معلومات عن البروجكت ريبورت، الكنترول فالف ليست، الاكيومنت ليست، الدوكيومنت ريجستر. الدوكيومنت ريجستر بقى بلاقي فيه اسامي اللوح، درونج نيم، بلاقي فيه الدرونج نمبر، تمام، بلاقي فيه دي دبليو جي تايتلز، بلاقي فيه الباص، البصار الملف ده موجود فين، الريفيجن ده اللي ظهر كام، البي ان بي اي دي، وكل الحاجات دي تقدر تطبعها تمام، او تعمل لها اكسبورت للمعلومات ديت على هيئة ملف اكسل، بحيث يبقى معاك ورقة فيها كل اللوح وكل المعلومات اللي انت محتاجها.